فلوس، ترى في ناس محتاجة سند، ترى في ناس محتاجة ربع، ترى في ناس محتاجة قلوب نظيفة حوالينها، في ناس محتاجة ناس توقف وياها، وفي ناس محتاجة أحد يفك عنها ظلم، وفي ناس محتاجة دعاء، محتاجة دعاء بس. تخيل، ما يبي فلوسك، ما يبي سؤالك، ما يبي اهتمامك، ما يبي منتك، ما يبي أذيتك، يبي دعاء. لذلك تعلم بأنك ما تحكم على أحد لمجرد أن اختلف معاك بوجهة النظر، وتعلم تسأل، تعلم تسمع، تعلم تروح حق الشخص اللي قدامك وتقول له ترك عنك أي شيء، عسى ما شر، لا جدش فيك جد، عسى ما شر، شنو اللي قاصرك؟ يعني وين القلوب اللي على القلوب؟ الناس بالناس يا جماعة، والناس للناس. احنا اذا ما وقفنا مع بعض وسندنا بعض وسمعنا بعض وحلينا مشاكل بعض، غريب انك